عسلامة 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 تكم الناس كل شحويل إن شاء الله تبدأ في خير ونعمة يا ربي أنا لبست الحمد لله نسأل على حالكم وحويلكم كما تراو اليوم إن شاء الله باش ندخلوا مع بعضنا الكوجينة وبش نعملوا برشا أفكار وبرشا حاجات مزيانة آه سوربريز عيد ميلاد الويجلي ربي فضله ويطور في عمره إن شاء الله حبيت نفرح وحبيت ناخد خاطر رغم الظروف اللي قاعدين نتعداو بها الناس الكل والستريس اللي قاعدين نتعداو به الناس الكل ورغم الحظر الصحي ولا بلزان غزيو اللي عندي في الدار حاولت نعمل حاجات بسيطة وصغيرة وبأفكار زادة كيف كيف بسيطة جاتني زادة على دغني غمانوت حبيت زادا نودكم بهم معايا ان شاء الله حاسيلو بطريقة او باخرى يفيدوكم ويعجبوكم شوختو ما عليكم كان تكملوا معايا الفيديو للدخل بالكل بالحق ان شاء الله بقدة ربي تستفيدوا من كل من كل لحظة هكا ولا ايش حبيت نقولكم حبيت نقول على نصيحتي اللي هي نهارت اللي عندكم ضيف ولا نهارت اللي عندكم مناسبه حاولوا ما تتفلسفوش برشا يعني نحاولوا نعملوا حاجه ديجا نعرفوها ولا نعرفوا روحنا متمكنين منها شوي ولا نعرفوا روحنا مثلا عندنا لي تاعها في الدار حاسين نحاولوا نعملوا حاجه نجمو نجموا نعرفوا روحنا نقدوها يعني شختو تفلسف باشا باشا على الدغنيغ مينوت نحاولو نبعدو عليه هذاك شنو حبيت نقولكم حاولت انا نعمل حاجات نعرفهم كيما الروسات نتاع البيتزا والروسات نتاع البانيني وخليتهم ميمطون يرتاحوا لو طون ترتاح الباتا تعديت نحضر في الشيسكيك خاص الشيسكيك نحب نخليها قبل بليله في الفريجيدير هذاك علاش زاد عملتها اون باراليل دخلت كوجينا دخلت الروسيتات كلهم راني هبطتهم على اليوتيوب ان شاء الله تنخلي لكم في البردانفو وين فما كرفليش الصغرونه تحت الفيديو على ديكم اليمين ديما نعاود نقول عليها خاطر فما برشا يبداو جدد كل شيء سبحان الله ما يعرفوش البردان وين كيما تراو حضرت كيما قلت لكم البات وحضرت الشيس كيك و قاعده شويه شويه حاسين نخليكم تكملوا معايا الفيديو باش ما نبقاش نحكي ياسر ياسر خليكم تفرجوا خير كما ريتو لهنا لي دو باتا هاكو محطوطين واحدة دجا خمرت واحدة اون باغالي القاعدة تخمر اه باش نربح الوقت وكيما نقولو يدو في يد خوه آه هذي البات متاع البانيني حاسيلو اه نحضرهم نخليهم يرتاحوا. نتعدل البات متاع البيتزا وهي ماشي هكاك ما الكل حضرت من قبل بليله وما غير ما كان جلتهم البات ما شاء الله هذه والبانيني ما شاء الله هما والبيتزا حاسيلو كما قلت لكم تخلي لكم ان شاء الله هاديا ما يستحقوش باش يتكنجلو يعني جوست قبل بليله ويتلفوا مليح ويتغطاو ويبقوا بقدرة ربي كاينهم مازالو كي يتعاملوا يعني بالحق هذوما روستات مضمونه 100% ما عليكم كان تجربوهم وترحموني على والدي ان شاء الله وهذه بات فويتين القدات نتاعها باش توفالي حاسيدو ما في البروغرام بصراحه على ديرنيغ مينوت عملت كي ما تراو دي بالمي هكا هذاك السكر حطيتو عليها البات هذه ماخذتها من الكونات البنات اللي يعيشوا في ايطاليا راهي يسون زالكول و بلوس بنينه وخفيفه وكل حاسيدو ننصحكم بها وطريقه سهله ما فيها حتى شيء كيما ريتو وحطيتهم في الفور للي ريتهم حمار وقتها خرجتهم سي bon. uh, ما ياخذوش برشا وقت وسهني وحتى كان ما كليناهمش يقعدوا في حكه لل... للمره ان شاء الله بالنسبة للبانيني تنجمو تحطوا فيهم اللي تحبوا انتم بالطبيعة انا حطيت فيهم شوية سلاطة شوية تون شوية جنبون جبن هكاك وبالنسبة للبيتزا زادة كيف كيف ما يحبوش فيها التون وما يحبوش حط شاي زايد ابر الموتزاريلا والزيتون اكاهاو انتم زادة تنجمو تحطوا فيها اللي تحبوا شامبينيون اللي تحبوا حسيد ما فيها حتى شاي ولا وكل واحد وذوقه كل واحد شنو يحب وبما انها ما فماش قرايه ولا ولاد قاعدين معايا في الدار أه حبيت لهيهم كل واحد بحاجه يعملها اعطيت أه لمن الله ولدي هاك باش يعمل البابي سيرفيت أه بطريقه حسيل سامبل وكل جوست وريتو الموديل وباش يتبع عليه باش هاك الناس كل تشارك وان هم هما زاد يتلهوا في حاجه حتى كان ما وقت ديما خير من بلاش بالطبيعه وحاجة وحويجة هاو كنتم زادا تاخذوا معنا فكرة حاسيلو في موديل سامبل معتها ومزيين وبخاتيك ما جيت زوز كيف واحدة اثنين اش عندك فيه بركة هنا جيت ثلاثة هاي واحدة اثنين وثلاثة واحدة اثنين وثلاثة تنحط فيها وقت خطرك دورت بارشا انت قلت لك شو هذي قداش لارجات هو هو اون سنتيمتر ولا ما يسالش شوية كتبدا مش مشكلة ما هذي كيف كيف هذي هذي جوي دايات هذي عملتها فوق بعضها الهوس هذي جوي قد دي هذي باهي اللي عملتها انتي باهي عجبتني تكسح كامل كمل دوز هكاك حاولت تا ما تتهلكيش حطيته مكي ايه هذي, هذي هذي تقعد مستوي هكا هاي يعطيك تكسح. و لازم أنو وبما انه الطقس مزيان حاسين ما شاء الله ربيع مربع على داغني مينوت زاد دا قلت علاش باش ناخذو في الدار هاكا مسكرين وكل شيء برا نحط في الشستين نتاعي ونخرجوا للتراس البار حاسين الافكار والله العظيم جات على داغني مينوت وما رجعتهاش لتالي كيما نقولو بالتونسي وتتحليت حاسين أه علاش لا يعني نحاولو جوست واحد يهز شوية من المورال ويبدل ساعة بساعة فماشي ما نفسية تفرهد شوية حاسين ما نكدوش على رواحنا ذاك شنو حبيت نقولكم إلى أن يأتي ما يخلف ذلك ورب يفرج علينا وعلى أمة سيدنا محمد الكل إن شاء الله حبيت نوصيكم كتابه عندكم مناسبه ريتوم من دي ديتاي صغارك الشمعات ولا البريكيه ولا اي حاجه أذوكم حطوهم قبل الحاجات الكبيره خاطر الحاجات الصغيره هذيك نبداو متاكدين باش نحطوهم ولا ديما ننسيهم انا واحده من الناس ديما ننسيهم هذاك علاش برجلتهم وهنا بعثت امير ولدي باش يمشي يجيب لنا شويه حسيد وورد ولا حاجه هكا في الدنيا مسكره ما عنديش منين نشري الورد وكل وبصراحه انا من عشيق يعني الورد و تو سكي هاكا ورد حاسين بصفة عام حسيت نقصتني حاجة و للديكوراسيون كل ياخي من بعد فكرت اللي عندنا قدام الدار هاكا شوية فازات وكل شيء بوركوا با حاجات ناتشورال هذاك علاش قلت له برا يلا أمير أنتي لازمك تشارك بحاجة صغيرة وبسيطة جيب لنا شوية وردات وكل شيء بعد خرجت انا عاونته شوية بيان سور

هنا حاسلو رويج لي صورني على غفله وانا قاعده نصور لكم في الجاتو كيفاش قاعده نقص فيه وفي باليش بروحي حاسلو مرجه 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 طلعت بالحق ولا ما في بالي للدرجه هذه يعني الا ما قعدت نتفرج في الفيديو فهمت لي انا مرجع على الاخر هذاك علاش حبيت نبرتجي معاكم لي مومون ما وراء الكواليس باش تعرفوا لي بتي ديتاي بالحق باش تشوفوا مساكن الاولاد قداش <applause> مبروجين في جورتي باش نوصل نصور يعني حاجه هكا مزيانه وتملى العين خاطر ناكلو بعينينا اكثر من اللي ناكلو بفمنا وباش نوصل لكم تصويره هكا مزيانه والله ونعمل فيها فيك بليزير يعني حاجه نحبها يعني شفتو كي نصور كل شيء نعمل ان بون كيف يمكن اكثر من اللي نطيب أه وأما اما بالحق في باليش لي انا من رجع ان شاء الله لو ولدي سامحوني ان شاء الله زاد رويش لي سامحني ويصبروا عليا وان شاء الله حسيت و... انتم زاد أ... يعني يعني <applause> نعرف كيف نقول ان شاء الله انتم تتفهموا ولا تتفهموا اللي ساعات كل شيء هكا تصويره ما هيش كاملة ولا تتفهموا العبيد اللي تصور سختو ما وراء الكواليس راهو اللي دي بالحق سيبا فاسيل بس واحد يوصل يصور وسختو بعدها فما مونتاج وتعبت فيديو راهو وما هيش سهلة حتى تعرف ما نوسعوا بين الناس الكل وبصراحة حاجات ذو راه ويتعاملوا راهو بكيف وأنا واحدة من الناس نعملهم مع بليزير بالحق هذاك علاش نستنى حسيلو رايكم وتشجيعاتكم وسورتو الكلمه الطيبه وكان فما نقد زيد بوركو با مرحبا بكم الناس الكل المهم تربية وباحترام اه نحترم بعضنا ومع لي تو كان نقولكم اه ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله ومرحبا بكم الناس الكل على الانستغرام تاعي سورتو كي تجربوا رساتكم أه تبعثوا لي تصاوركم ان شاء الله ونستنى رايكم وتشجيعاتكم كما قلت لكم سخت كان عجبكم الفيديو على بروشين ان شاء الله في فيديو جديد بقدر تربي